السلام عليكم، تحياتي الاخوان والاخوات المغاربه الكرام. في هذا اللايف شوف تي في غادي نوجه واحد الرساله في قضيه الجزائر، قضيه الشال اللي قضيه كاس افريقيا اقل من 23 سنه. الاسم ديالي محمد تلاغي بمدينه وجده. غنتحدثوا على المهزله ديال كما العاده ديال دوله الكبرانات في الافتتاح ديالهم. في الافتتاح ديالهم كما شفتوا ايها المغاربه ايها العالم كامل، ان الدوله ديال كبرانات، يعني الدوله ديال كبرانات كنتظروا منها يعني المهزله دائما في اي خرجات ديالها. وفي الامر اللي صراحه اللي ما فهمناش، ان هاد الوقاحه اللي جاتهم في العقل، انهم يعني افتتاح ديال الكره ديال القدم اصبح تحريض وشتم وسب وقذف للمغاربه. نبداو بالشتم اللي يسبونا، قضيه البنان، قضيه حفيد مونديلا اللي جابوه، اللي عطاوه فلوس وجا كيحرض تحريض يعني خطير جدا ضد المغاربه. ولكن للاسف هذاك مجرد انسان مسترزق جا باش كيما نقولوا جا الجزائر عطاته فلوس وجا كيتكلم بديك الوقاحه. الشعب كيما نقولوا الشعب اللي كان في الاستاد اللي وصفنا حاشاكم بداك الكلام القبيح، يعني كلام النابي. قسما بالله العلي العظيم، لا صراحه دوله الكبرانات فشلت كل الفشل، انهم نقلوا حتى ديك سير ديالنا، نقلوا بزاف ديال الامور اللي هي ديالنا ديال المغرب. اي حاجه نقلوها، جابوا شخص جزائري كيتكلم على انه مغربي في واحد الصحافه، في الصطاد. كنت شفت واحد لا فيديو، يعني صراحه دوله الكبرانات فشلوا سياسيا، فشلوا عالميا، فشلوا في اي حاجه كامله. ما كناش كنتظروا من حفيد مونديلا انه يخرج بداك الكلام اللي هو تحريض. لا صراحه هذاك ما كنتقبلوش، ولكن للاسف عرفنا وبحثنا انه خدا فلوس ومشى. يعني مشاو كيضربوا كيما نقولوا دوك اللي جابوهم في الملعب، دوك ديال الكبرانات، دوك بكل كيما نقولوا جمهور الكبرانات كيضربوا الشعب الليبي، مهزله وقعت كبيره. قضيه سير انا ما فهمت تسير حتى هي تنقلوها، يعني اي حاجه تشوف تيفي كل شيء، اي حاجه يعني اي حاجه نقلتوها. ولكن للاسف التنظيم كان تنظيم مهزله. احنا مغاربه كبار عليكم، احنا تردوا نفس الاساءه. لا احنا قضيه البنان، راه ما عندكمش البنان، ما عندكم لا بنان لا كرامه لا شخصيه لا حتى شي حاجه. عندكم مجرد اشخاص، مجرد كبرانات ديال الجزائر، كيما نقولوا فورماطيتو مسكين داك الشعب الله يحسن عوانو على الحقد والكره ضد المغاربه. وحنا كوجاده اللي درنا فيكم الخير، سنوات، انتم ما كتقروا بالخير لا حتى شي حاجه. الافتتاح كان فاشل. اليوم امس رابح ماجر بقيتوا كتصفروا عليه وكتسبوه، هذا راه كتقولوا اسطوره ديالكم، انتقلتوا من السب والشتم ديال البنان، سبيتونا بكلام نابي الاولى. ثانيا قلتوا هذيك سير جبتوا حفيد مونديلا كيحرض تحريض على الارهاب. انا بالنسبه لي هذا جاي يدخل في امور سياسيه. الغريب في الامر، البارح كتبكيو السيد رابح ماجر، هذا كتقول اسطوره ديالكم، كاميرا فوتاته بقيتوا كتصفروا عليه وكتسبوا فيه، خرج كيبكي مسكين. هذا رابح ماجر جزائري، وكلشي كيعرف هذه القضيه ديال اليوم امس، كلشي يعرف هذه القضيه. هذه دولة الكبرانات، السرع والجهل اللي فيكم راه زاد على حده. راه ما يمكنش انتوما غادي توليو
غادي ميمكنش نتوما عفوا ميمكنش نتوما غادي تقارنوا راسكم بينا، راه خصكم واحد 30 ولا 40 ولا 50 سنه باش حتى يخرج النظام، النظام العجوز ديالكم. راه عندكم نظام عجوز، نظام عجوز شي قريحه ورئيس عنده 90 عام، 90 عام هذا، 90 عام هذاك خاصو يمشي يصلي. يعني للاسف بينتوا العالم كامل يا ايها الكبرانات، وشحنت وكما نقولوا فورماطيت وشحنتوا افكار، افكار انا كنقول افكار خطيره يعني للشعب ديالكم ضد المغرب، وهذا الشيء غير مقبول. واش نقولوا دينيا غير مقبول، عالميا ان توصل الوقاحه ديالكم. قضيه الطائره وقضيه المشاركه ديالنا، حنا عندنا موقف، موقف عادي وسهل جدا انه نشدوا الطياره الدوله المملكه المغربيه ديالنا في اطار خط جوي مسلا حتى القسنطينه، شيء عادي عادي. تم الرفض، تم الرفض وكيخليونا يعني بدون يعني بلا جواب لا حتى شي حاجه. يعني شنو كان السبب؟ كيقول كان السبب انه نظام الكبران، السبب انه حنا مبلعين الجو وما غاديش نحلوا الجو، حيت علاش حنا ما بغيناش نعلنوا الحرب ضد المغرب. تقدوا لنا نتوما تعلنوا الحرب، هذه شي تفاهه، هذه تفاهه، هذا راه ماشي لا سياسيا لا كرويا لا حتى شي حاجه. خليتوا الدراري في المطار، تجا رئيس الفيفا ورئيس الكاف كيشوف الدراري ديال المنتخب جالسين. الحمد لله حنا قانونيا ربحناكم، قانونيا انتظرنا في المطار كنتسناو منكم يا الكبرانات ترخيص، ولكن للاسف باين الوقحه ديالكم، بين الحسد ديالكم، بين الكره ديالكم، بينتو كلشي للعالم، راه بينتو كلشي للعالم. وليتو اضحوكه للعالم. الاخوان المغاربه قسما بالله العلي العظيم، راه حنا مملكه مغربيه وحنا رانا فايتينها. نقول لكم واحد 40 ولا 50 سنه في العقل ديالنا، راه تلقى طفل عنده 10 سنين تلقى تبارك الله مثقف واعي وقاري. هادو انا ما فهمت، انا هادو ما فهمت تربيت، واش تربيت فرنسا الله اعلم، تربيت شي بلاد الله اعلم، ما فهمت هاد الناس مين جاوا، ما فهمت هاد الناس مين جاوا صراحه. هاد دوله الكبرانات اعلنت فشلها نهائيا، صافي ما بقيتيش، راه ما تنظمي لك اسف 2025 لا 2030 لا حتى شي حاجه. والملاعب اللي وجدتهم هذوك ملاعب هادو وجايبين جمهور كاين جمهور، عرف الجمهور في الافتتاح كيكون الحضاره والثقافه وكذا، بحال جمهور الوداد الرجاء، جمهور الجماهير المغربيه، عدم شي السبان الشتم والسب والقذف في المغاربه، في المغاربه نعتونا بداك، نعتونا حنا حيوانات. والبارح البارح شكون ربيح ماجر كنكررها للمره الثانيه، كتضحكوا عليه وكتصفروا عليه، تخرج كيبكي هكا تقولوا اسطوره ديالكم مسكين، ها هو خرج في المواقع كيقول لهم انا ما عرفت هذا الشيء، هاد الناس اللي يجمعوا عليا هجمتوا على الشعب الليبي عاوداك كتضربوه. لهذا انا كنقول كمغربي ان هاد دوله الكبرانات اقسم بالله العلي العظيم لا عقل لا حتى شي حاجه، لا عقل لا حتى شي حاجه، راه مجرد ناس مختلين عقليا الله يسهل عليهم مساكين. ويلا بغاو نعاودوا لهم التربيه، نعاودوا لهم التربيه كما قالها اخ نوش. اخوان عندي واحد القضيه، انه كاين واحد الفضيحه، كاين واحد الفضيحه حصريه عندي انا شخصيا على واحد من الكبرانات مشلف، هذا مشلف، هذا عنده 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 صفحات في الفيسبوك، عنده صفحات في الفيسبوك، كان كيدير لي لايف كيسب كيطاول علينا كما كيطاولوا الذباب ديال الكبرانات الحشرات اللي يهجموا علينا في السب والقذف. واحد الفضيحه كبيره عندي بالدليل بالصوت وصوره، واحد السيد سميتو قدور بن بوعلي مشلف، قدور بن بوعلي مشلف، هذا درت له واحد المصيده كبيره درتها له. بقى كيسب في المغاربه، انا بغيت نعرف انا هاد السيد شكون، حتى عرفتو من الكبرانات شنو دار هاد السيد.
هاد السيد مشى ليريكا ولا سكر ولا مهم تقرقب دخل الفندق الشيراتون دخل الفندق ديال 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 الجوهرة ابي الفيديو في الواتساب كيبين لي الاخوان كيبين لي اشخاص من الكبرانات وفتيات عاريات عاريات ورا كل شيء صيفطوا لشوف تي في بالدليل والحجه وكل شيء سميتو قدور بن بوعلي كيسكن في الشلف كيوريني البنات في الشيراتون اللي ممنوع كيقول حيت الشيراتون غادي تدخل جوجل راه ما كيقولك الشيراتون ما فيه لا فضائح لا حتى شي حاجه كاين الفضائح بالدليل عندي مكالمه في الواتساب بيني وبين هذا الشخص انه كيبين لي كبرانات معهم عاهرات معهم عاهرات في الفندق ديال 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 الجوهره وديال الشيراتون وهذا الشيء عندي مكالمه بالابل فيديو في الواتساب شنو كتقولها الرئيس ديال الجزائر في هذه القضيه هذه تفسح تحقيق هاد الفيديو رسلته الامير دي الزاد ماشي فيديو اربعه ولا خمسه وصيفطت حتى الجرائد ديال الشروق والنهار وصيفطت لكم الفضيحه ديالكم علاش ما تنشروهاش علاش ما تنشروهاش حصلتوا دابا حصلتوا مع محمد التلاغي درت له كيمين هاد الاخوان راه سميتو محمد التلاغي راه ما يقدر عليا حتى شي واحد من هاد الكبرانات هاد الكبرات ما يقدروش عليا نهائيا اقسم بالله العلي العظيم فضيحه كبرانات كاشخاص في الكبرانات في داك لوطيل ديال الجوهره ومعهم فتيات وعريانين وكيتمشاو في الكولوار يا دوله الكبرانات اللي كتعايرونا وتسبونا وتشتمونا يلا فتحوا تحقيق ها هو جا محمد تلاغي موجده دخل لكم للشيراطون ودخل لكم للفندق ديال الجوهر باش مع هاد الكبراناتي حيت علاش نتوما اصلا هاد الكبرانات ديالكم ما كيما نقولوا ما مسيرينهمش واحد التسيير انهم باش يهجموا على المغرب واحد الهجوم لا اله الا محمد رسول الله لهذا كنقول المغاربه وكنستنكروا هاد حفيد مونديلا وكنستنكروا هاد الشيء اللي قاموا به وسنتطرق الى قانون في اطار دولي على هاد الشيء هذا وتحياتي لكم وشكرا تبارك الله عليكم.